مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا اللياقة ورشاقة، برنامج الرياضي، برنامج الصحي. اليوم عندنا عدة مواضيع راح نتكلم عن فقرة رياضة الأطفال، عندنا تمارين رياضة الأطفال، أيضا نتكلم عن سمنة الأطفال، وعندنا برنامج غذائي لتنزيل الوزن. البرنامج يقول لك كل خضر ودربك خضر. البرنامج هذه مفيد جدا، بس في قوانين، في أسس لها. نحن مضطرين نخلي برامج تغذية عشان أقل شيء يعني ما تخبصون بالأكل. وعندنا فقرة تمارين الأرداف من صالة الكابتن إسماعيل المغربي من صالة مراكش، يعطيهم ألف عافية هو ويا الستاف والشباب اللي عملوا بعض التمارين خاص لتمارين الأرداف. وعندي فقرة تمرن معي، طبعاً راح بكون بالاستوديو وراح بنعمل بعض التمارين، راح نستقبل اتصالاتكم إذا أي شخص عنده أي استفسار عن التمارين، عن الأجهزة وعن كل شيء. وأيضاً معانا اليوم بيكون دائماً الأستاذ علي سليمان الصخري، أخصائي علاج طبيعي، راح أيضاً نتكلم عن الأطفال وعن علاج الطبيعي. وايضا راح نستقبل اتصالاتكم حتى اذا الاشخاص عندهم عن الاصابات الرياضيه اي شيء راح بنستقبل، بس موضوعنا عن الاطفال اليوم موضوعنا عن سمنه الاطفال. لا تروحون بعيد، ناخذ فاصل وراجعين لكم. رجعنا لكم حبايبنا الحلوين. دحنا اليوم موضوعنا بعد حتى نتكلم عن سمنة الأطفال. أنا صراحة وايد إيميلات ياني يعني يتكلمون عن الوجبات السريعة، وخاصة أولياء الأمور يشتكون يعني دائما حتى يقولون لي كوتش ليش ما تتكلم عن الوجبات السريعة، عيالنا كلش يعني مدمنين وجبات سريعة، ما نقدر شو اسمه نمسكهم ونسيطر عليهم في الموضوع، فالموضوع وايد صعب يعني طلع من يدنا، ما نقدر. لا ما طلع من يدكم، بس في هذه من سبب الرئيسي في الوجبات السريعة، من يعطيهم المجال، روحكم تعطوهم المجال. المهم عندنا فقرة رياضة الأطفال، بعد الفقرة إن شاء الله بنتكلم عن المواضيع كلها، إن شاء الله ننتقل إلى فقرة تمارين اللياقة البنينية للأطفال. فإلى هناك. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نحن حاليا متواجدين في مدرسة النبأ الخاصة، عندنا فقرة رياضة الأطفال مع الأولاد الحلوين، راح بيعملوا بعض التمارين اللياقة البدنية، راح نتعرف عليهم أكثر. السلام عليكم. السلام عليكم. معصب ما يقول شيء، من اسمك حبيبي؟ علي. علي، جاهزته؟ أنت جاهز رياضة؟ إيه جاهز، تعال حبيبي. كيف حالك؟ خير. طيب؟
طيب. من اسمك؟ إبراهيم. نعم جاهز؟ جاهز. إيه كيف حالك؟ زين. طيب؟ جاهز؟ جاهز. من اسمك؟ عبد الله. عبد الله السلام عليكم. كيف حالك؟ خير. من اسمك؟ محمد. جاهز؟ حلو. كيف حالك؟ خير. جاهزته؟ ايوه. من اسمك؟ صالح. ما شاء الله عليه صالح، نشوف الحلو هذه؟ قلت لك اسمك؟ ايوه. ايه كيف حالك؟ خير. جاهز؟ ايوه. من اسمك؟ عباس. عباس حلو. كيف حالك؟ خير. جاهز؟ ايوه. من اسمك؟ مصعب. من؟ مصعب. مصعب حلو. كيف حالك؟ سعد. من اسمك؟ مدرك. ها؟ مدرك. مدرك جاهز؟ ايوه. قول جاهز. جاهز. حلو. كيف حالك؟ خير. من اسمك؟ ايمن. ايمن جاهز؟ حلو. قول جاهز. جاهز. حلو. كيف حالك؟ خير. من اسمك؟ محسن. محسن؟ محمد ولا محسن؟ محسن. جاهز؟ ما شاء الله جاهزين. جاهزين؟ لا ما اسمع. جاهزين؟ حلو والله. تابعونا. رجعنا لكم حبايبنا. طبعا حبيت توجه، جات لي رسالة من الأخت طاهرة بنت رجب من البحرين، أوجه لها تحية، وطبعا هي تسوي رياضة. كانت تتكلم عن أخوه أحمد، طبعا عنده وزن زايد وعمره 13 سنة وعنده مرض النقرس والكوليسترول والضغط. عاد هذه راح بنتكلم عن المواضيع هذه كلها. أحمد أنا بتكلم وياك بعدين إن شاء الله عن موضوعك. طبعا حبيت اوجه لهم تحيه، وايضا عندي بعض الايميلات بيتكلمون عن الوجبات السريعه وعن اضرار حارق الشحوم في بعض الادويه حارق الشحوم، نحن بنتكلم عنهم.
معانا اليوم ضيفنا علي سليمان الصقري، أخصائي علاج طبيعي متخصص أيضا قسم الأطفال. مرحبا كابتن. مرحبا كوتش خليل، أخبارك طيب؟ الحمد لله. كيف أمورك؟ الحمد لله تمام. جاهزته؟ نشكر الله. أنا مو جاهز لك. كيف؟ ما أعرف. شنو هذا؟ أشوف عطر هذا ولا شنو؟ لا لا، هذا جهاز التمرين، نخلي الأطفال يتمرنوا عليه. زين، وهذه هذا نفس الشيء، يا يكون بنفس الطفل أو يكون في شخص ثاني يمرن على صدره. زين، يعني نفس هذه نفس الشيء؟ أيوة، هذه أساليب علاجية، هذه غالبا ما نتبعها في المستشفيات. أنا افتكرت هذه عطر وهذه بودرة وهذا ميك اب وما ادري يعني. يا ريت يا ريت كان بيحبهم الاطفال. يعني شيء غريب غريب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا راح بنتكلم عن المواضيع هذه، مهمه جدا. انت تعرف عن سمنه الاطفال، المرض، الامراض بدات تتزايد شيء، انتم كعندكم في وزاره الصحه هل في تحسون في عندك انت في قسم الاطفال، هل في اطفال عندهم وزن ويحتاجون علاج تمارين عندكم؟ في كثير. في ويكون مرتبط بالامراض الثانيه مثلا امراض الرئه. حلو. خاصة الأمراض المزمنة مثلا، هذا كثير يتأثروا فيها، خاصة اللي إذا كان الطفل زايد وزنه. حلو. ما بيساعده أنه يعمل التمارين اللي هي الانديورانس، وهذه التمارين اللي التنفس. تساعد على أساس التنفس المدة طويلة. حلو. يعني إذا 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 في سمنة، يعني في سمنة. أنا أصدق حتى ياتلي يعني ياتلي وايد إيميلات، يعني وايد في مشاكل وزياده في السمنه سواء عندنا هنا بالخليج عامه، يعني بدت السمنه تتزايد يعني في عصرنا هذا، خاصه الاطفال. يعني شفت يعني الوجبات السريعه، ولد صغير عنده كوليسترول، عنده ضغط، عنده نقرس. صحيح. شيء يعني كارثه. صحيح. هذه، لكن بعدين راح بنتكلم عن الموضوع، انا بتكلم عن الموضوع هذا، يعني فعلا شيء كارثه يعني صراحه، والوجبات السريعه وهذه الاشياء. غير ان مثل الامراض اللي هي امراض الدم وكذا ممكن انها تكون مزمنه وراثيه. إيه؟ يعني هم يزيدوا باللي هو الفاست فود او الاكلات الدسمه. صحيح. السريعه. صحيح. هذه. صحيح. هي هذه تاثر بعد وتزيد الامراض الثانيه. صحيح صحيح. نحن عشان كذا نحن نشجع الاطفال والكبار، نشجعهم بالرياضه، نشجعهم، نحمسنا نحمسهم كوني كمدرب احاول يعني كثر ما اقدر، يعني تعرف يعني نوصل الرساله للمشاهد، للاشخاص اللي محتاجين هالشيء، سواء كبار سواء صغار. فهذه وظيفتنا وهذه شغلنا، ودائما نحن نقول الرياضه ما في احلى منها، صح ولا لا؟ صحيح. زين، نحن اليوم موضوعنا نتكلم عن شنو دور العلاج الطبيعي لدى الاطفال. طبعا هنا نقول العلاج الطبيعي بالنسبه للاطفال نقسمهم الى قسمين، طبعا هم الاطفال اللي هم من 12 سنه واقل، اللي هم من الولاده لحد 12 سنه، او اللي هم اللي بعد 12 سنه اللي هم نسميهم مراهقين، وبعد هذا عاد يكون الادولسنت اللي هم الكبار. للأطفال هذا لما العمرية هذه من الصفر لحد 12 سنة يكونوا عقليتهم ما كثير يعني تفهم الأشياء، ما تقدر، ما تستوعب، يعني ما تستوعب أنك أنت تعطيهم أوامر وهم ينفذوا، هم الحين يقلدوا. أنت تقدر تسوي أي شيء، الأهل ممكن يكونوا رياضيين وهم يقلدوا أنه يكونوا يطلعوا رياضيين بعدين. صحيح. ففي هذه العمرية يعني الأهل مفروض يعدوا الطفل من لما يكون صغير على اساس انه يكون رياضي لبعدين، بعد هذه العمريه اللي هي المراهقه، لان في المراهقه ما كل الاطفال يكون نفس اللعبات يلعبون. يعني قصدك يعني في البدايه يعني في سن كم قلت لي 8 سنوات اللي هو من الصفر لحد 12 يعودون على عادات، العادات اللي هي الرياضيه، الطريقه الصحيحه. إيه؟ اللعب في الاماكن المخصصه حق اللعب، يوديهم المكان صالات معده مخصصه حق اللعب، يعودونهم بهذه الطريقه. نفس الشيء التمارين الثانيه مثل السباحه، كره القدم. اذا هم باين يعدوه على اساس انه هو يكون في بعد مثل ما احنا شايفين الصور الحليلهم. هي يعني هنا الاطفال، شوف هذه. إيه؟ الاكاديميه. إيه؟ انزين، اكاديميه هذه يعني هذه اكاديميه. إيه؟ معشبه معده، فيها كوتش، فيها ناس متخصصين. اها. الاطفال مجموعين من مدارس ويعلموهم كل واحد كيف يلعب بالكوره، كيف يحطها بين رجله، كيف جميل طبعا. ايوه يعني فهذا هنا طبعا هذا التسلق طبعا. إيه؟ هذا بيفيد الاطفال
اذا كان عندهم مثلا مثل تايتنس او الاسترتش في يعملوا استرتش حق الابر ليمب وكذا لما يكونوا فوق وبعدين يتعلقوا على الوودز وكذا وبعد نفس الشيء يقوي عندهم العضلات اللي هو زين حق النفس بعد حق الانديورنس تساعدهم كثير حق النفس زين ناخذ صوره غير هذا ناخذ صوره ايوه صورة. طبعا هذه تمارين على الماتس هذا اندور اكسرسايز اللي داخل تمارين المد العضلي زين هذه حركه طبعا دائما نحن نقرن التمارين الاطفال مع اللي هو اللعب طبعا ما يصير ان نمرن الطفل في مثلا في نادي مخصص للكبار ما بيحس انه هو مرتاح ما بيعمل التمارين مثل ما هو مفروض يسويها بيحاول يعاند لازم يكون الوسط المحيط هو مخصص بالرسومات بالناس الفرحة تضحك وكذا فهو يستجيب لهم يحاول يقلدهم يسوي مثلهم حلو الطفل على أساس انه يتمرن لازم انت تكسبه وهو يتبع ايش اللي انت تقوله لما يكون انت واثق فيك وهو وكاسب ثقته حلو لكن اذا ما كنت تكسب ثقه الطفل من البدايه مستحيل انك تمرنه باي طريقه اذا يعني احنا يعني واجبنا احنا بالبدايه نعود عيالنا على 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 الرياضه وعلى الجسم مثل الاكل ترى احنا التغذيه مثلا عندك الولد ابوه يقول له يقول حق ولده لا تاكل وجبات سريعه صحيح ليش تاكل وجبات سريعه تلقى هو عنده في يده الهمبرجر ويقول حق ولده ليش تاكل هو يشوف عندي يشرب المشروبات الغازيه يقول ليش تشرب ترى مثل ما قلت لك هم في هذه العمريه يعني يقلدوا الاهل يعني الام والاب هم القدوه صحيح بالنسبه لهم فهم صحيح. اي شيء يعمله الاب والام صحيح. هم يتبعوه صحيح. في هذه المرحله صحيح طب زين ايش التمارين او الاشياء اللي تقوي الطفل تقوي مثلا قلبه تقوي عضلاته ايش الاشياء اللي تفيده طبعا في البدايه من اللي هي لما يكون الطفل يعني من رضيع لحد السنه والسنتين طبعا يكون تمارين خفيفه ما انه نقرنه مع لعبه معينه مثلا ندخله مثلا في كره القدم او التنس او السباحه طبعا يكون التمارين اللي هي مثلا الحلقات او الاندور تمارين اللي فيها تسليه اي تسليه او فيها مثل مكعبات او حاجه صحيح ايوه مثل هنا الاطفال هذا عاد الحين كبار بعد سنتين نبدا يدخلوهم في السباحه على اساس انه يتخصص في لعبه معينه حلو يعني اذا هم يبدون في تمارين على حسب سنهم تمارين حسب سنهم كل عمريه لا تمرين يلا تمرين معين ويلا ما يصير تستخدم تمرين الاجهزه بعد ايوه حتى الاجهزه ما يصير تستخدمها العمريه اقل مثلا في اجهزه تستخدمها حال العمريه اللي هو من 0 لحد 2 اللي هي سنتين ومن سنتين لحد 6 ومن 6 لحد اشياء تعليميه ترى تفرق مرات انت ايش الهدف من التمارين هذه هل انت تعلم الطفل هل انت تثقفه هل انت تبني الحين جيل على اساس انت بعد 15 سنوات يكون جيل مثقف رياضيا صحيح ايوه صحيح. صحيح اكثر ما هو الحين يعني الثقافه الرياضيه حلو طبعا هنا نفس السايكلينج والكوادريسبس بنش ايه. على اليمين هاي متخصصين للاطفال هذا بس الاطفال طبعا نشوف لازم تكون ملونه ايه. تكون على شكل اساس هم تنفتح نفسهم ايه. ويعملوا التمارين هذه يعني هو شوف رياضه ونفس الشيء تسليه ايوه مثل ما قلت لك لو وديناهم صاله كبار أيوة. وبهذه الاجهزه ما راح يسويوها صحيح صحيح قدر ما هم الحين قاعدين يسويوا على هذه الالات وهم فرحانين صحيح ايوه بس يعني عيالنا حتى صاله كبار يدخلون عادي عادي بيعفسون المكان لا ما عليك زين هذا طبعا هذا عاد يكون اللي هم الكبار 10 سنوات فوق المراهقه طبعا في المراهقه لازم نفرق بين البنات والشباب طبعا الشباب طبعا بيكون ميولهم مختلف لانهم بيميلوا حل الاشياء الخشنه اللعبات دائما تكون فيها خشونه مثل الكاراتيه كره القدم هذه اللعبات والفتيات دائما بتروح على اللعبات اللي هن الرسومات الالوان الكوره والنط والحبل هذه الاشياء فالتمارين في المراهقه عاد تختلف بين الشباب والبنات حلو اذا احنا متواصلين معكم راح نستقبل اتصالاتكم اذا عندكم اي سؤال اي استفسار راح ان شاء الله نستقبل اتصالاتكم ونرد على استفساراتكم طب الحين زين شنو وظيفة العطر هذا طبعا هذا الجهاز اسمه الأكابيلا طبعا هذا الأكابيلا نستخدمه حق المرضى اللي هم يعانوا مثل من ضيق التنفس ضيق النفس الربو او انه في عندهم تراكم الأوساخ داخل الرئة
حلو. فيستخدموا هذا الجهاز على اساس انه يزيد كميه الاكسجين داخل الرئه والاكسجين كاباسيتي تزيد داخل اللنج وبعدين يطلع الاوساخ او شو اسمه هذا الاكابيلا. اكابيلا ايوه. هذا في طبعا نظيرته الثانيه. أيه؟ هذا طبعا بالبلوينج. أيه؟ يستخدمون البلوينج. والثانيه ايوه الانسنتيف سبايروميتر يستخدمون اللي هو السكينج. هاي طريقه شو اسمه يعني ياخذ شهيق وينفخ فيه. ايوه ياخذ شهيق ودي بريثنج وبعدين. زين هذه حق الاطفال بعد حتى حق الكبار ممكن ولا حق الاطفال بس الاطفال اللي هم بعد سنتين اللي هم انت تقدر تعطيهم انستراكشن يعني تقدر تعطيهم التدريب. إيه؟ وهم يفهموا ايش انت اللي قاعد تعطيهم يعني هذه تمرين. هذا الجهاز يقوي الرئه يقوي القلب. ايه يساعد على عمليه التنفس. هذا نوع من البراكتيك يعني من التدريب. تدريب. إيه؟ تدريب النفسي. التدريب النفسي طبعا انت لو تقعد تدرب الاطفال بدون اجهزه ما راح ينتظموا. ممكن بيسويه قدامك بعدين بيسويه مره في البيت وخلاص بيحسوا بملل. إيه؟ بس اذا كان في جهاز معين وخاصه اذا كان اذا كان في جهاز وخاصه في جهاز في تحدي يعني ممكن تزيد المقاومه هنا فيه. فهم يحسوا انه كل مره هم يزيدوا مقاومه كل ما الثقل في النفس تزيد. فهذه مثل تشالنج يعني هو يحس انه تحدي في تحدي للنفس انه هو يعمل على هذا الجهاز. حلو يعني هذا جهاز يعني مفيد حق الطفل. حق الطفل يعني يساعد في المستقبل. في المستقبل حيوان. عشان الأمراض. أمراض الرئة حتى العضلات الرئة تقوى مع هذا الجهاز. لأنه مثل ما قلنا هي مقاومة. حلو. ومثل لما نقوي مثلا الساعد أو بالأوزان وهذا فهذا بالنسبة لنفس الفكرة. زين يعني هذه يقوي النفس. طريقة يعني كم مرة في الأسبوع مثلا وكم مدة يستخدمونه؟ هل هذا الجهاز طبعا هو متوفر؟ غالبا طبعا هذا الجهاز متوفر حتى في الصيدليات. والجهاز الثاني نفس الفكرة اللي هو الانسنتيف سبايروميتر. زين. بس استخدامهم مختلف اثنينتهم. ايه؟ وكيفية استخدامهم طبعا مع الأدوية اللي توصف وتكرارها يكون على حسب الحالة. ايه؟ إذا كانت الحالة مثلا very severe أو إنه moderate أو فيكون تكرارها ومع الأدوية اللي هو مثلا البخار وكذا فيكون زين. مصاحبة حال هذا الشيء. هذه نفس البخاخ ولا يختلف عنه هذه؟ لا هذا مختلف. مختلف بس يشتغل نفس الوضعية يشتغل نفس يعني يقوي النفس وهذه الأشياء. الهدف نفسه بس البخاخ اللي هو يرفع درجة حرارة الجسم يوسع الرئة قصدي الجيوب الهواء وكذا. بس هذه يعني هاي عبارة قاعد تدرب العضلات على أساس إنها تشتغل حق الشهيق والزفير. عضلات اللي هن الشهيق والزفير. زين إذا واحد مثلا ما عنده هالجهاز يعني كيف يسوي يعني يقدر يعني مثلا في بعض التمارين في تمارين في مقدر ممكن هو يقدر يعمل مثلا على اللي هو علبة الماي. ايه؟ اللي هي هذه الصغيرة. ايه؟ ويحط فيها مثل البيب. ايه؟ ويقعد ينفخ في الماي يعمل اللي هو البابلينج او الفقاعات. حلو. داخل الماي. حلو. هذا بعد اللي هي فكره ممكن يستخدموها في البيت. الشيء الثاني اللي هو يستخدموا التيشو بلوينج. ممكن ياخذ منديل. ايه؟ ويقعد ينفخ فيه يطيره ياخذ كل ما بعدت المسافه من مستوى الفم كل ما كان قوه النفخ تكون اكبر على اساس انه يطير هذا المنديل. ممتاز. فهذا بعد تحدي حق الطفل في البيت. حلو سمعتوا اعزائي المشاهدين فعلا هاي تمارين تقوي الرئه تقوي العضلات تقوي النفس. فزين احنا ندرب عيالنا على هذا النفس له وظيفه كبيره عند دخل الاكسجين. لما يدخل الاكسجين يوسع الشعب الهوائيه يوسع القفص الصدري يقوي القلب. فهذه يجب علينا بطبع. ليش يعني في المدارس ما يسوون هذه الاشياء؟ طبعا يعني هذه اساليب علاجيه دائما تقترن مثلا مع مرض معين مثلاً. لا مو شرط يعني انت قاعد تقول الحين الجهاز ما في شيء يعني لا لكن هم في المدارس او في الصالات وكذا هم هدفهم تقويه لكن هم ممكن انه يقويوا بطريقه ثانيه. يعني هنا نحن نتكلم عن مرضى ممكن يكون عندهم توحد ممكن انهم ما يخالطوا الاطفال الثانيين على اساس انهم يقوموا بتقويه العضلات. فهنا نستخدم هذه الاجهزه كاشياء تعويضيه على اساس انهم يقووا. لكن اذا الطفل ممكن انه يلعب ويشارك الاطفال الثانيين في المدرسه تمارين الصباح في خارج المدرسه اللي هي يلعب كوره مع الاطفال او يروح في الحدائق او مواقع مخصصه حق لعب الاطفال
يكون جيد يعني ممتاز. افضل من انه يعمل هذه الاساليب لانه هذه الاساليب انت بتستخدمها فتره معينه بعدين بتكون بالنسبه لك انت فيري بورينج يعني حاجه لا بس هو عجبتني هاي طريقه النفس ستيف المنديل تنفخ وتاخذ هاي هو النفس عامه واحد المفروض هاي مثل اليوغا لا تقعد يعني طبعا هذا اشياء ثانيه اللي هو المديتيشن هذه الاساليب العلاجيه الثانيه اللي هي اليوغا والاسترخاء تمارين ستريتشنج وكذا على الماتس هل تمارين ثانيه ممكن نسويها مصاحبه مع هذه التمارين بس في اليوغا في ترى تنفس وشيء زفير واسترخاء صحيح فهد عندنا اتصال بناخذ اتصال اذا في اتصال ممكن تخلون ارقام التلفونات اعطوا ارقام التلفونات يا جماعه لا يكون عندنا زين طب زين نبي نتكلم عن هذا الجهاز طبعا هذا هذا طبعا الباركاسس طبعا ايجن احجام هذا حق الصغار وهذا حق الكبار الباركاسس هذا اللي هي على اساس انه يخوزن الوسخ من داخل الصدر نعمل هذه الطبطبه على الصدر من الامام والخلف طبعا هذه الطبطبه هي يعني لانه عليها على الصدر طبعا ليش الطبطبه هذه تكون مفيده بطبيعه مثلا البلغم او اللعاب يكون لزق فانك انت تعمل الطبطبه هذه انك انت تحرك هذه الاشياء من الجدران الرئه وتحاول تتجمع في مكان واحد وسهله بالنسبه للطفل بعدين انه يكحها ويطلعها للخارج طبعا لازم نفهم آلية تصريف الاطفال حق الاوساخ طبعا الاطفال اللي هم من الصفر لحد السنتين هم آلية تصريفهم هو الكحه والبلع يبلعوا الاوساخ اللي مستحيل تجيب لهم مثلا تيشو وتقول لهم ارموها داخل الكلينكس ويسويوها ما في قابليه انهم بس انت قاعد تقول لي مياول لي صفر صفر شنو يعني من صفر يعني من من لحظه الولاده من لحظه الولاده لحد حلوه هذه لا عجبتني بالصفر لا لا انا ما اريد احدد مثلا يوم او يومين بيقولوا انت متحيز زين فخلينا على الصفر حلو زين خلينا على الصفر اذا احنا متواصلين معاكم ناخذ اتصال السلام عليكم مرحبا مرحبا كيف حالك؟ بخير الحمد لله شو اخبارك؟ من معاي؟ احمد معك احمد تفضل احمد وين تمرين الكرش؟ الكرش تمارين الكرش؟ احمد وين تكلم عن الكرش؟ اي تمارين الكرش بعدين ان شاء الله انا بسوي تمارين الكرش الحين موضوع عن السمنه بنتكلم بعد شوي ان شاء الله عندك موضوع ثاني عن الاصابات وعن عضلات وعن شيء ثاني ان شاء الله تبي تمارين البطن يعني ايه ها زين كم وزنك انت انا وزني 89 كم عمرك 15 ايه كيف عرفت انا عمرك 89 وزنك زين تاكل وجبات سريعه؟ صراحه قول لي. ايوه اكل وجبات سريعه. تاكل وجبات سريعه. في اليوم كم مره تاكل وجبات سريعه؟ ثلاث مرات اربع اخربط كذا. ما شاء الله، ايش رايك يعني؟ زين وتبي تمارين كرش؟ طولك كم؟ كم طولك؟ طولك كم؟ 171 176 تقريبا 176 175 ما شاء الله وعمرك 15 سنه. ايه يعني انت في الاسبوع كم مره تاكل وجبات سريعه؟ ها؟ في الاسبوع كم مره تاكل وجبات سريعه؟ في الاسبوع مرتين ثلاث في الاسبوع يعني مو قصده هو قصده علي هو قصده يعني في الاسبوع يعني شنو اسبوع؟ انا يعني سبعة ايام اكل ثلاث وجبات في اليوم يتغدى ويتعشى يعني انت يلا يعطيك العافيه ان شاء الله تشوف تمارين الكرش انا بعدين بسوي ان شاء الله تمارين كرش قاعد تتكلم عن كرش انت وزنك عالي حبيبي قاعد تتكلم عن كرش زين اذا احنا متواصلين معكم اعزائي المشاهدين اذا عندكم اي استفسار عن الاصابات حتى الاصابات العضليه والمفاصل والظهر احنا موضوعنا كله يخص العلاج الطبيعي زين كابتن نكمل موضوعنا نكمل طبعا التمارين الانديورنس واجد مهمه عند الاطفال اللي هي التسلق المشي الجري هذه وايد مهمة ان نمارسها مع الطفل خلال خاصة الفترات الأولية على اساس انه هذه تحفز عندهم النفس طويل ممكن انهم بعدين يختاروا لعبة معينة ممكن يكون فيها النفس طويل او النفس قصير ما يبالي يعني الطفل يكون مهيئ
رئته مهيئة انها هي تروح مسافات. طبعا حتى العضلات ممكن انه هو الطفل يتهيئ من لما يكون صغير لحد ما يكبر تكون عضلته مهيئة كطول كقوة. حلو. بعدين في النهاية هو بيكون مستفيد على أساس أنه احتمالية إصابته بأي إصابة خلال اللعب أو خلال أداء التمارين أو حاجة يكون أقل، وعملية الاستشفاء داخل العضلة أو داخل المفصل تكون أسرع من شخص يتبع مثلا ما في حمية، يتبع اللي هو يأكل فاست فود وما يعمل رياضة. حلو. زين نحن بنتكلم عن كيف انتم عندكم في المستشفى. انا شفت مره جيت عندك هناك وقسم الاطفال لقيت عندكم اجهزه، بس في اجهزه ما شفت اجهزه ملونه هناك ولا لا في في عندنا مثل جيم مهيئ يكون ارضيه يكون طريه او انه ناعمه، اذا في حاله انه الطفل سقط او طاح على راسه او على يده ما يتالم او انه ما يصير له اي اصابه، يعني لازم الارضيه انها تكون مهيئه حال هذا الشيء. هي مثل كوشن او حاجه مثل شوك ابزوربر. حلو. وبعدين الاجهزه اللي يستخدموها لازم تكون انها مهيئه بالوسائل الحمايه حق الطفل، يعني مثلا على سبيل المثال ترامبولين اللي هي الات النط، في صورة في صورة حاطينها. يا ريت نشوف الترامبولين هذه. زين الترامبولين آلة النط هذه الدائرة هذه اللي ينطوا عليها الأطفال طبعا يحبونها، يحبونها كثير. صحيح. ويحاولوا انه لما ينطوا يوصلوا ارتفاعات كبيرة، بس لو تلاحظ اذا ما كان في شبك حوالي هذه خطر، طبعا تكون خطرة انه يختل توازنه ويسقط خارج لهذه النطاطة. ففي الحين سيفتي على اساس انه تكون شبك محاط بالطفل. زين اذا نشوف الصور مال الترامبولين. أيوة. زين شوف الشباب هناك فلما ينطوا طبعا هذه طبعا نط على السويس بول، هذا السويس بول طبعا اللي على فال هذا النط. هذه النط يعني نوع من الرياضه بعد. ايوه هذا طبعا ستريتشينج مال يوغا، هذه حركه اليوغا. شوف اللي عقبها، شوف اللي بعدها، اللي بعدها انا وانت ما الظاهر ترامبولين. ترامبولين يلا خير خير ان شاء الله. انزين فمثل ما قلت لك الوسائل العلاجيه دائما تكون فيها حذر مع الاطفال. طبعا لما نمرنهم التمرين يكون على قد الطفل، مثلا الترامبولين وصل هي هذا طبعا شوف هني النط جميل طبعا صراحة. هذا لانهم اطفال كبار وتوازنهم موجود فما يستخدموا عندهم اللي هو بس حتى السيفتي بعد، لكن الارضيه مخصصه لانها ما تكون الارضيه خشنه، هذه خشب طبعا حتى هم غلط، هذه الحركه هذه خطر بعد. لا لكن هم الحين يمارسوا الرياضه بس على اساس انها خفيفه بس. ايوه نطات خفيفه. لكن الاساليب المتبعه انه تكون محاطه بشبك والارضيه مخصصه اللي هي تكون على اساس انه اي شيء يصير لا سمح الله بعدين. حلو. يكون الطفل ما يكون في السيف سايد يعني. زين ايش في المستشفى مثلا عندكم في قسمكم ايش الحالات اللي انتم تستقبلونها اكثر شيء من ناحيه اكثر الحالات اللي هي يعتمد على هذه التمارين اللي هي تمارين الاطاله والانديورنس والتقويه. طبعا الامراض الوراثيه اللي هي مرتبطه بامراض الرئه. طبعا هذه الامراض الرئه كثير مهمه، طبعا نحن التنفس نحتاجه حق كل شيء. حلو. حق الرياضه، حق الاكل، حق الشرب، حق يعني من غير النفس، من غير كميه الاكسجين داخل الرئه طاقه الجسم ما يحصلها، ما في حرق حل الاكل اللي ناكله من دون اكسجين. طبعا هذه فيها ميكانيكيه معينه على اساس انه يصير. اذا كان الرئه كنسيج مخصص انه تكون الهواء داخل في الرئه ما موجود هذا الشيء، يعني هنا انه يختل توازن الجسم ويبدا الطفل ايش يتعب ويصير له ارهاق ويتعب بالمره، بحيث انه الاكسجين هو ما قادر يلحق يتنفس جهد بسيط يتعب خلاص يكون لابست ويطيح مكانه. فهذا النفس واجد مهم، الانديورنس يعني نمرنهم على اساس انهم يعتمدوا على نفسهم في التمارين. حلو. ونهيئهم على اساس انه يكونوا هم بعدين يمارسوا الرياضه هذه في البيت بنفسهم. ما يعتمدوا على اساس انه بس في المستشفى وخلاص. طبعا عن طريق اللي هو الجلسات نعمل مثلا حتى الجروب ثيرابي معاهم. الجروب ثيرابي ما بس الطفل، حتى الاهل يكونوا معانا. أساس التمارين يعني. أيوة. أساس الأهل بعد حتى بيكونوا معاهم في البيت وهم بيكونوا الانستراكتور بالنسبة لهم في يطبقوا لهم هذه التمارين في البيت. أيوة. نأخذ اتصال. السلام عليكم يا جماعة، اتصلوا اليوم موضوعنا مهم ترى. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلا، كيف الحال؟ بخير الله يسلمك. من معي؟ معك ذكرى. ذكرى؟ ايوه. تفضلي ذكرى. ايوه تفضلي. اخو يعني اقول بس عندي؟ ايه قولي. تفضلي ذكرى تفضلي. سؤالك. سؤالي الله يسلمك، انا اريد تمارين زياده وزن. تمارين زياده الوزن؟ ايوه. تمارين زيارة الوزن، ما بنقول ايش روح حق الفاست فود يعني. الفاست فود ترى يعني بالعكسي. كم وزنك انزل؟ انا وزني 48 وطولي 160، يعني وايد نازل. زين ان شاء الله، بس هاي موضوع ما يخص. تحسي ذكرى، تحسي انه انت ما مشتهية تاكلي ولا هذه طبيعتك كذا؟ ايوه يعني ما وايد اشتهي. اتصل. اوكي زين زين، معلش ان شاء الله انا برد عليك، وما اعرف اذا استاذ علي عنده اي ملاحظه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. ما شاء الله. الظهر طبعا ما الحل انها تروح حق طالعين برا الموضوع. مستحيل انها تروح حق الفاست فود. هذه طبعا غير انها تاثر في الوزن، تاثر على المناعه طبعا اكيد. زين، والهرمونات تختل كامل. صحيح. فبعدين ممكن انه يزيد الوزن، بس زياده غير صحية، يعني ما تحلم فيها على قولتهم. غير صحيه. غير صحيه. غير صحيه. فاحسن لها تروح على اساس تستشير طبيب، ممكن هو يمكن عندها شهيه منقطعه، ممكن هو يصرف لها مشهيات او حاجه. بنرد عليها ان شاء الله. بنرد عليها. انا ادري هاي سؤال ما يخصك، بس يعطيك العافيه. زيد يعني بنرد على ذكرى، انا برد عليها لان هاي موضوع طويل وفي اسباب عديده. في اسباب عديده يعني. صحيح. ما حد يقول لي انا وزني ما انزل، تلقى ما يفطر ولا يتغدى، يتعشى ياكل لك وجبه واحده. وزني ما يزيد اثناء الجوع. طبعا انت جوعان الحين وقت الاكل كل اوكي. بعدين انا قدام المكتب وعندي شغل وهذا الاشياء. هاي ترى في وايد اشياء. ناخذ اتصال. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. كيف الحال؟ ايوه نعم عليكم. صباح الخير. الحمد لله. الله يسلمك. حياك الله. الله يعافيك. يا مرحبتين. مرحبتين. حياك الله. من معاي؟ معك رائف الماولي. راشد؟ رائف. رائف المعولي. رائف. ايوه تفضل. تفضل اخوي. مع الاخ معي طفل تقريبا عمره مع 3 سنوات، عنده بدير مستشفيات يقول عنده صدر. ليش ما يعطوا حد يكون متخصص في هذا ويعلموا هذا الرياضه اللي هو مع الاخصائي الامراض العلاج الطبيعيه. وين يتابع؟ وين يتابع طفلك الاخ رايف؟ ها؟ وين يتابع الطفل؟ اي مستشفى؟ يتابع في ولايه بركه، منطقه صاحب مجمع صاحب بركه. زين، ممكن تطلب تحويل على اساس انه يحولوك عندنا سلطاني ونتابع الطفل يعني. كان يحولوك سلطاني. يحولوك سلطاني معكم. نعم. يعالجوه ويقول خلاص هذا شيء طبيعي. والحين مشكلنا ببركه ما اعرف كيف انهم يقولوا خلاص، لانه الحين معطوب مثلا البخاخ هذا مال الصدر. أيوة. لكن فتره هو وقفه والعطاء شهر وقفه. الحين مره ثانيه قبل نعطيه 6 شهور مقرب. رغم انه هو حس احيانا يكون اوكي، حتى لو ما اعطينا بخاخ يكون اوكي. عرفت سؤال. بس فجاه يتعب خفيف وقت الصيف او شيء. فجاه يتعب، مع انه عنده يعني من زمن كما يقول مثل يعني من اول فتره اليوم شويه. لا بس في هذه الفتره من السنه الماضيه تقريبا. ان شاء الله بنرد عليك ان شاء الله. ايوه. وبعد سنة انا عندي نفس الشيء. انا عندي وزني. ايه. زين، انا وزني تقريبا الحين 89، طولي 160. وباخف وزني ما اعرف كيف الطريقه. بعد شوي راح بننزل برنامج غذائي. ما عندك اي مشاكل صحيه؟ عندي صفار الكبد. صفار الكبد، صفار. زين، هذه هاي من زياده الوزن على ما اعتقد ديالك. لا اي والله، هو قال الدكتور من الوزن. اي اوكي. زين ان شاء الله. انا ما ادري، احنا عندنا برنامج شو اسمه. تعمل رياضه انت؟ والله رياضه مشي. زين، رياضة المشي. زين، بس بتلبس جوتي ولا؟ البس جوتي. حلو، يعني تمشي كغرض انك قاعد تسوي رياضة. ايوه. ولا بس طقها سوالف مشي عادي؟ لا 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 لا، امشي حتى واحدة احيانا. كم طولك؟ طولك كم؟ طولي 160. متر و60. ايوه 160. زين، الدكتور قال لك ان هذا المرض عندك زيادة الوزن عشان الوزن يعني؟ هو قال له هو ما قال زيادة الوزن، بس هو قال لاني مال التغذية ومع موفق قال حاول تخف الوزن. زين، ما قال لك الدكتور شنو الاكلات لا تاكلها مثلا؟ قال لك اعطوني، قالوا اللحوم ما لحوم هذا، حاولنا ما تاكل اي شيء دهون
لا تاكل. انا كان وزني 96 الحين نزلته وصل الى اخر مره وزن 90 ان شاء الله 6 كيلو نزلوا، لكن حسبت الحين من نزل 6 كيلو ما تنزل خلاص. بينزل ان شاء الله، نحن بننزل برنامج بعد شوي ان شاء الله ممكن تتبع منه تاخذ منه، واذا تراوي حق دكتورك تشوفه ممكن تاخذه لانه برنامج عجيب وان شاء الله راح بتحصل النتائج. طبعا عندك وزن تقريبا ما يقارب من 20 كيلو زياده عندك وزن، وسبب هذا المرض بعد نفس الشيء الوزن، ترى السمنه وايد فيها مشاكل. يعطيك العافيه يعطيك العافيه، برد عليك بعدين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تمام. بالنسبه حال طفله 3 سنوات ما ادري مرض مزمن او غير مزمن، بس هو اساس انك تشوه بعد السنه. الحل طبعا يمارس تمارين طبعا مع البخاخ اللي هو يستخدمه في البيت، تمارين النفس وبالاجهزه هذه اللي تكلمنا عنها. عمره 3 سنوات اي، وممكن نسوي معه التمارين اللي هي الاندور اكسرسايز. قد يكون هناك يعني ما عندهم الامكانيات شو اسمه ممكن لا هو الحين يتعالج في مركز صحي بس في بركه يعني، فالمفروض هو يتحول عندنا كعلاج طبيعي او مركز متخصص بهذا الشيء على اساس ان نعطيه النصائح ونعمل معاه الاطفال الثانيين التمارين هذه ونزوده بالاجهزه هذه يعني. هو هذا الحل. هي الحل انه يسال طبيبه في المركز الصحي انه يحول حل للسلطاني. وان شاء الله فال الطيب يعني. ان شاء الله ما تكسر. اذا نحن متواصلين معكم اعزائي المشاهدين، وراح نستقبل اتصالاتكم. واي حد عنده اي سؤال عن الاطفال، عن ضيق النفس وعن هذه كلها. طب يعني هل من غير هذا شو اسمه مثلا الطفل لما مثل ما قلت هاي الطبطب على ظهره يعني؟ هي عملية الطبطبة هذه بالكابينج طبعا هذا النيجاتيف بريشر بين الكب وبين صدر الطفل، طبعا هذا يعمل مثل الضغط ويساعد انه الرئة تنفتح زيادة. حلو. غير انها كذا عملية الطبطبة او الاهتزاز في الرئة مثل ما قلت لك لزوقة الاوساخ داخل الرئة هذه تساعدها انها هي تتجمع في مكان واحد، وسهل بالنسبه للطفل بعد هذا ما يمارس هذه التمارين، وبالبخاخ بسهل انه هو يطلعها خارج الرئه. حلو. والطفل لما يتحرك هل لما يتحرك طبعا الحركه بالنسبه حق الطفل ايش الهدف منها؟ كل ما تعب الطفل كل ما كان قابليه انه هو يكح ويطلع الاوساخ من داخل صدره تكون اكثر يعني. حلو، يعطيك العافيه. طبعا احنا استفدنا من معلوماتك الجميلة. الله يعافيك. وإن شاء الله نلقاك في حلقات أخرى. إن شاء الله. وما قصرت. وين الأبرقة؟ عندنا شنو فقرة حيل؟ فقرة إيش عندنا؟ نسيت أنا. إيه فقرة صح فقرة زين كابتن علي. تمام. كوتش. مشكور ما قصرت. ونحن عندنا برنامج. ان شاء الله زين ان شاء الله نتفرج عليه ان شاء الله. شكلك ما قاعد تسوي رياضه. لا بنسوي رياضه كلها. اي خلاص بادي من زمان رياضه. مشكور جزاك الله خير. احسن نشوفك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عندنا برنامج غذائي، اخذوا البرنامج تابعوا البرنامج راح بفيدكم ان شاء الله. بعد ترجعون لي راح بتكلم عن تفصيل عن البرنامج الغذائي، وعندنا بعض راح نستقبل اتصالاتكم، وعندنا بعض الاسئله من المشاهدين راح برد عليهم. إلى البرنامج. رياضة طريقك إلى الرشاقة، 10 أيام مع الرياضة تخسر 4 كيلوغرامات. مدة البرنامج 20 يوما وراحة يوم، ثم إعادة البرنامج مرة ثانية والتوقف نهائيا. ممارسة الرياضة 5 أيام في الأسبوع، رياضة المشي السريع 2 يوم راحة في الأسبوع. تمارين العصا 3 جلسات 20 تكرار، تمارين البطن العلوي 10 15 12 10، تمارين البطن السفلي 10 12 12 10، تمارين الأرداف 30 30 20 15. ملاحظات هامة قبل بدء البرنامج، استشارة المختص. البرنامج غير مناسب للذين يعانون من أمراض مزمنة، لا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع. يجب اتباع البرنامج بالضبط. الشاي والقهوة من غير سكر مسموح بأكل الخضروات والسلطات. إذا أحسست بالتعب أو بالهبوط في السكر يمكنك أن تأخذ حبة فاكهة أو قطعة شوكولاتة. شرب الماء ضروري من 15 إلى 17 كوبا على مدار اليوم.
اليوم الأول صباحا كوب سلطة فواكه مشكلة، ظهرا دجاج مقلي بزيت زيتون وشوربة الخضار، عصرا كوب واحد شوربة خضروات مسلوقة بالماء مكونة من مشروم بازلاء خيار جزر قرنبيط فليفلة خضراء، مساء شوربة ذرة بالخيار والجزر. اليوم الثاني صباحا كوب سلطة فواكه مشكلة، ظهرا لحم برجر مع شوربة خضار زائد برتقالة، عصرا شوربة شوفان، مساء شوربة ذرة بالخيار والجزر. اليوم الثالث صباحا شوربة عدس، ظهرا سمك مقلي بزيت الزيتون، سلطة زائد شوربة خضروات، عصرا شوربة ذرة بالخضروات، مساء شوربة شوفان زائد تفاحة واحدة، ظهرا صدر دجاج مقلي بزيت الزيتون وشوربة الخضار، عصرا كوب واحد شوربة خضروات مسلوقة بالماء مكونة من مشروم وبازلاء وخيار وجزر وقرنبيط وفليفلة خضراء، مساء شوربة شوفان. اليوم الخامس صباحا كوب سلطة، اليوم الخامس صباحا كوب سلطة فواكه مشكلة، ظهرا شوربة دجاج بالخضار، عصرا شوربة عدس مع الخضار، مساء سلطة فواكه مشكلة. اليوم السادس صباحا كوب سلطة فواكه مشكلة، ظهرا سمك مقلي بزيت الزيتون، سلطة زائد شوربة خضروات، عصرا كوب واحد شوربة خضروات مسلوقة بالماء مكونة من مشروم بازلاء خيار جزر قرنبيط فليفلة خضراء، مساء شوربة ذرة بالخيار والجزر. اليوم الثامن صباحا كوب سلطة فواكه مشكلة، ظهرا تكة دجاج زائد شوربة خضار، عصرا شوربة شوفان، مساء شوربة ذرة. اليوم التاسع صباحا شوربة شوفان، ظهرا سمك مقلي بزيت الزيتون زائد سلطة زائد شوربة خضروات، عصرا كوب واحد شوربة خضروات، مساء كوب سلطة فواكه مشكلة. اليوم العاشر صباحا كوب سلطة فواكه مشكلة، الغداء ظهرا دجاج برجر زائد شوربة خضار زائد تفاحة، عصرا شوربة شوفان، مساء شوربة ذرة بالخضار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين. طبعا نحن شوفوا نحن البرامج هذه اللي نحن نحطها طبعا فيها نتائج مفيدة جدا، بس فيها شروط. نحن نشوف أي شخص إذا عنده أمراض مزمنة أو عنده يعني مشاكل صحية لا يغامر يسوي هالبرامج. فأنا نصيحتي إنه يستشير الطبيب أو يستشير المختص إذا هو ممكن يأخذه البرنامج. نحن برامجنا كلها مدة 10 أيام وراحة يوم، 10 أيام وراحة يوم، حدنا شهر، ما نطول، ما نسوي برنامج مدة 3 أشهر أو شهرين أو 6 أشهر. ليش؟ أصلا الأكل هذه في بعض الأكل نحن يعني مو موجود كل المكونات إلا بالأثناء البرنامج، وأثناء البرنامج طبيعي راح تحصل أشياء. يعني واحد يقول لي والله أنا سي برنامج غذائي، لازم في أشياء راح تمتنع منها فترة بسيطة لما وزنك ينزل. أما يعني البرنامج الغذائي في كل أنواع الأكل، بالتالي طبيعي يعني ما بتحصل نتائج. لازم في بعض الأكلات محذوفة كفترة مؤقتة. نحن مو طول حياتنا نقعد نمشي على برنامج غذائي، طول حياتنا ننحرم من أكل، أكيد راح بيصير عندنا مشاكل صحية. فإذا هذه الجزء، نحن البرامج عندنا 10 أيام، أسبوع، أسبوعين بريك، راحة، ريح كل، بعدين ارجع مرة ثانية. بس الرياضة، نحن أهم شيء عندنا الرياضة. الرياضة يعني وايد مهم، الرياضة خاصة الأطفال عندنا. طبعا السمنة بدأت تتزايد تتكاثر، يعني حتى نحن لما نروح في المستشفيات نشوف يعني ما شاء الله ولد عمره 10 سنوات عنده السكري. يعني ما نتكلم عن انه هو، ما نتكلم عن الجينات الوراثيه، كل السمنه امراض مكتسبه، الكوليسترول، الضغط، يعني شيء كارثه فعلا. يعني ما اعرف ليش، يعني هل هذه يعني نحن نلومهم هم ولا نلوم يعني لما يعني يروحون المدرسه عند اصدقائهم او في الفريج في الحاره، يعني كل مكان ملاقبين، يعني ما نعرف شو نسوي يعني فعلا. بس لكن نحن نعود عيالنا مثل ما قال استاذ علي في البدايه، نحن نعود عيالنا
على الرياضة. قال نحن عمر مثلا سنتين ثلاث سنوات في بعض التمارين نعلمهم يوصلون 7 إلى 8 سنوات نعودهم على الرياضة عشان يعني يقوا نفسهم من الأمراض والمشاكل. يعني خاصة الحين نحن في عصرنا يا جماعة عصر يعني ما في حركة ما في حركة ما نتحرك قاعدين قدامنا التلفزيون وحتى والأكل شغال والتلفزيون والكمبيوتر ووسيلة الواتساب بعد شغال. يعني تخيل أنت قاعد في البيت يعني الحين ولد قاعد الأم تنادي بنته ولدها قل له تعال على طريق الواتساب يتراسلون يعني يم بعض قاعدين يتراسلون واتساب أنا أسوي كذا وأنا أسوي أخوان أخوات يعني هاي كارثة فعلا. تعال زين هي أبيك لا نتواصل بالواتساب في البيت في نفس المكان يعني ما يقدر يتحرك شبر عشان يعني بس يعني إذا يعني فعلا فعلا شيء من أكيد تجي الأمراض أكيد تجي السمنة. بالنسبة للوجبات السريعة أنا صراحة كثير جات لي رسائل عن الوجبات السريعة أنا ما أبي أذكر الأسامي وأيضا حتى عن أدوية حارق الشحوم. يا جماعة نحن تكلمنا كثير عن الموضوع هذا كثير تكلمنا عنها. الوجبات السريعة نحن نقول أول شيء أنت يا ولي الأمر تمتنع أنت بروحك من الوجبات السريعة قبل لا تقول حق ولدك أنت حاول تقط الوجبات السريعة ابتعد عنها بروحك. أما أنت تروح تاكل تجيب لك الوجبات السريعة وتدش لك في الغرفة وتقعد تاكل ولدك لما يقول لك أبوي أنا أبي وجبات أبي أكل يعني تمنع ولدك وتاكل بروحك أول شيء امنع نفسك. يعني أنا مستغرب وفي بعض البيوت تلقى كلها وجبات سريعة الصبح وجبات سريعة الظهر وجبات سريعة الليل يا جماعة الوجبات السريعة هذه وايد خطيرة تعرفون خطيرة شنو؟ أول شيء الوجبات السريعة تفتخر الألياف ما في ألياف ما في خضروات ما في أشياء. ثاني شيء متروسة من الدهون المشبعة الساتشوريتد فات لطق القلب والشرايين تسكر القلب والشرايين طبيعي يصير شخص يصير له كوليسترول. ليش يصير الأطفال عندهم كوليسترول؟ طفل عمره 15 سنة عنده كوليسترول عنده الضغط عنده أمراض الثانية. أول شيء الوجبات السريعة دهون عالية فيها دهون المشبعة الدهون المشبعة الضارة في نوعين من الدهون دهون مشبعة الدهون المشبعة اللي هي يسمونها ساتشوريتد فات تضرب القلب والشرايين. يعني تعرفون القلب والشرايين مرض الكوليسترول وراها مرض القلب. يعني تخيل شريان تسكر عندك عملت قسطرة خلاص ابتلشت بمرض القلب. أنا قاعد أتكلم حق الأطفال الحين أطفال صغار. هذه رقم واحد. رقم اثنين الوجبات السريعة فيها الصوديوم عالية من الصوديوم عادي عالية من الأملاح. تعرفون عالية من الصوديوم تعرفون شنو الصوديوم الأملاح الضغط مرض الضغط يعني يرتفع عندك الضغط خلاص الدم ما قاعد يضخ زين سبب الأملاح عالية من الصوديوم. وأيضا الوجبات السريعة أثبتت دراسة قريبة أثبتت دراسة تقول لك إن كثر الوجبات السريعة فيها مادة تسبب لك الإدمان تخليك مدمن خاصة الأطفال وايد خطير حقهم يعني تسبب الإدمان. وثاني شيء يأثر على دراستهم بعد على التحصيل الدراسي يعني أثر على المخ أثر على يعني كل شيء. الوجبات السريعة بعد كثرتها تجيب مرض السكري. يعني نحن ما نقول لا تأكلون أكلوا في الأسبوع مرتين عاد مو كل يوم بالصبح الظهر بالليل كل يوم صبح وجبات سريعة هذه من يكون مسؤولية على من على أولياء الأمور بروحهم. عودوا عيالكم في البداية في عمر تقريبا 5 سنوات عودوهم على هالأكلات هذه. يعني مو شرط تأخذون في بعض الواحد يقول لي والله تعرف ليش نحن عندنا كذي هاي السوالف يصير يعني نحن عيالنا لما يكبرون وديهم في محلات الوجبات السريعة عشان نراويهم شوفوا المكان راقي يعني عشان نبين لهم نحن داخلين في مكان راقي. أي مكان راقي أي مكان دمار يعني فعلا كارثة. الوجبات السريعة تجيب الاكتئاب تجيب الأمراض القلب والشرايين تجيب الضغط تجيب مرض النقرس تجيب فقر الدم. يعني تخيل أنت قاعد تنتفخ كذي بس يعني النفخة هذه اللي تشوفها بدون فائدة
فإذا الوجبات السريعة يا جماعة خاصة للأطفال نحاول نقلل. لا بعد الحين الشركات عاد يعني مسوين إعلانات ويعني دعايات، أما تي يسوون لك دعايات يقول لك بتحصل جائزة أو تحصل لعبة أو تحصل لعبة بلاي ستيشن، أنك تأخذ لك الهامبرجر وتأخذ لك وجبة ثانية، بتحصل تذكرة سفر، ما أدري بتدش كأس العالم بعد، يعني إغراء بشكل فظيع. على فكرة في بعض الأهل ما يعرفون، بس يجي يبون عشان اللعبة يأخذون هذه بس، لكن في بعضهم ما شاء الله يعني أكل، يعني أنا بس من بعيد أشوف يعني يرتفع ضغطي، أشوف ولد عمره 7 سنوات همبرجر هالكبر كبر راسي، والبيبسي والمشروبات الغازية، عفوا المشروبات الغازية أيضا، يعني يعني واحد شي يقول أقول لك والله إحنا شو تقول، إحنا ما نقول إلا تحركوا يا جماعة، يعني تحركوا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني والله في رسائل وايد قاعد يتكلمون عن حبوب حارق الشحوم. أنا تكلمت عن حبوب حارق الشحوم وايد، يعني في واحد رسل لي قال لي كابتن هاي الحبوب أثر علي سوالي مشاكل، بس أنا بقول لكم في نوع من الحبوب، كل أدوية الحبوب بضرة طبعا. ممكن ناخذ الصورة هذه، هذه الصورة كاميرته، نبي ناخذ ال اي شفتوا هذه، هذه الحبوب وايد خطيرة، نحن ما كنا نعرف عنها، لك الحين عرفنا ان الحبوب يا جماعة خطيرة وايد. في انواع انواع من هالحبوب، تي يقول لك لون اخضر، اي شوفوا هذه، هاي يقول لك لون، اللون الثاني لون هذاك سليمينج اخضر، سليمينج ازرق، وسليمينج بني، وسليمينج شوفوا هذه الأدوية يا جماعة كثرتها خطيرة وايد. شوفوا يعني الأدوية هذه تعرفون تشتغل، أنا تكلمت في أحد الحلقات عن موضوع الأدوية هذه، بالذات هالدواء فيها مادة اسمها سيبترومين، هاللي تشتغل على القلب، وفيها مادة خطيرة جدا. ما في واحد يقول هاي أصلي ولا نقلي، هاي أصلي، هاي أنا عندي الأصلي، هذه لا، هاي مو أصلي، المغشوش، في مغشوش، في مغشوش وفي أصلي، ما في مغشوش ولا أصلي. الأدوية كلها أدوية حرق الشحوم، كلها تشتغل على العصب، تشتغل على القلب، تشتغل على الشرايين. هاي الحبوب بالذات الحبوب فعلا خطيرة جدا. في ناس استجدر يعني وهي ممنوعة ترى، يعني هي ما تنباع إلا يعني بالخشمة، هي ممنوعة ما تنباع. أول شيء هذه الحبوب يعني تخلي الشخص دائما متمرفز وعصبي، وثاني شيء يأثر على العصب، تعرفون يأثر على العصب، يعني قد الشخص إذا أفرط فيها راح يجيب له مرض الزهايمر. الزهايمر يعني تخيل، يعني نحن عندنا الله سبحانه وتعالى يعني خلق في جسمنا أعضاء، وكل عضو له وظيفته، في مادة في الدماغ اسمها السيروتونين، وظيفة السيروتونين والأدرينالين هاي وظيفتهم شنو؟ لما نحن نحس بالجوع هذه المادة راح تفرز أثناء الجوع، يعني وقت الجوع حين تفرز المادة. فنحن لما نيجي ناخذ الحبوب شو يسوي؟ يسكر المادة السيروتونين، يسكرها اوكي، بالتالي انت ما تحس بالجوع. تخيل انت قاعد يومين ما ودك تاكل اكل، طب يعني الجسم مو محتاج اكل، مو محتاج سوائل، حتى ما تبي يعني ما ودك، ما تشتي اكل، اكيد تاثر. طبعا فيها تاثيرات جانبيه كثيره، تاثر على الجهاز الهضمي، يعني هذه الادويه خاصه حارق الشحوم أدوية خطيرة جدا يا جماعة، لا تفرطون فيها لأن فعلا هي خطيرة. أنا أفضل الشخص يعمل برنامج غذائي ويصوم ويحرم نفسه، ولا يأخذ البلاوي هذه، لأن هذه البلاء الأدوية توديك إلى 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 يعني إلى الموت صراحة، يعني ما في غش مرض، ضرب المخ سلم على نفسك، الأعصاب راحت خلاص عاد سلم على نفسك. وأيضا يعني فيها مضاعفات كثيرة، تخليك تعطش وايد،
وتخلي مزاجك يعني انت ما لك خلق تكلم حد، واحد يسلم عليك تقول له روح روح عني، مستغرب شو صار فيني. حضرته ماخذ هالادويه، ادويه حرق الشحوم، معصب. طب انت ليش معصب يا اخي؟ انا قاعد اخذ الحبوب هذا عشان انزل وزني، احرق الدهون، اخذ زين. طب من قال لك تاخذ الحبوب؟ معصب بعد؟ ليش انا ايش ذنبي تعصب علي انا؟ ليش؟ واحد تلقى متهاوش بالبيت عشان الحبوب، اي عم متهاوش بالبيت يعني شوي ويطرد عياله عشان انا اخذ الادويه بيعكر لي مزاجي، ما اقدر اتصرف، ما يعني ما اقدر اركز. على شنو؟ ليش؟ ليش تسيب حق نفسك؟ خفف من اكلك، سوي رياضه يا اخي، تحرك. لا بعد القهر طول السنين يبون ياكلون ياكلون، ما تشوف وزنهم يزيد. ما عندي وقت، انا مشغول، عندي شغلي اجتماع وهذه رياضه، بعدين 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 قاعد يمشي مثل المكان وطح طخ وطاح، سكر عنده شريان، تعال عندك الكوليسترول وتعال روح عمليه فتح قلب والبلاوي هذه، هاي السمنه المكتسبه يسمونها، هاي سوء العادات اللي نحن ماشيين عليها. لازم نتحرك، لازم عيالنا بالذات نحن لازم ندير بالنا عليهم، يعني فعلا فعلا شيء كارثه. طفل عمره 10 سنوات 15 سنه، طفل عمره كوليسترول، نقرص، ضغط، شنو هذا؟ حرك عيالنا، حركوهم حركوهم، لا تخلوهم يقعدون، طلعوا برا، امنع نفسك يا اخي من الوجبات السريعه والمشروبات الغازيه، بعدين امنع ولدك تبلك لا بتاكل وبعد تقول له لا ما شيء عجيب فعلا. ما بيطول معكم، راح ننتقل الى فقره تمارين اللياقه البدنيه، تمارين الارداف، من صاله الكابتن اسماعيل المغربي صاله مراكش، فالى هناك. راح بنتعرف على الصالة ونتعرف على الكابتن اسماعيل، طبعا كابتن اسماعيل معروف. مرحبا كابتن. اهلا وسهلا بك كابتن خليل، شو اخبارك؟ الحمد لله، منورنا بوجودكم. الله يسلمك. رياضية هذا شرف إلنا يعني. الله يعافيك. ايش محضر لنا كابتن؟ محضر لكم شغلات كثير لذيذة وكثير طيبة، اللي هي يكون تمريننا تركيزنا اليوم على تمرين الارداف. حلو. مع تمرين الخواصر واسفل الظهر. انت جاهز؟ جاهزين. Are you ready? Yes. تابعونا. Come on.
رجعنا لكم حبايبنا. راح بنعمل بعض التمارين شوي، لان في ناس وايد يقولون كوتش انت من زمان ما سويت تمارين، وهذه يسالوني عن الكرش، تمارين الكرش. يعني ايش اقول لكم؟ يعني تمارين الكرش، تمارين الكرش احنا ما بنتخلص منها. كل الناس عاد يقول لك كرش كرش، زين وقف امسك حلجك يا اخي، امسك بوزك شوي عشان ما تطلع لك البلاوي. في ناس اقول لهم لما تجيكم الاشاره بالدماغ في الاكل اثناء الاكل، لما تجون تاكلون يعني انت شغل عقلك شوي، يعني استعمل عقلك لما تيجي تبي تاكل. اول ما حسيت ان جات لك الاشاره من الدماغ وقف. واذا يقول لي اذا ما جات لي الاشاره بالدماغ، زين لا توقف، كل بتجيك الاشاره في مكان ثاني، بالكرش، بالارداف يعني، والبلاوي اللي تحصلها. زين راح ايضا راح طبعا راح نستقبل اتصالاتكم ان شاء الله. عندنا راح بنتكلم عن تمارين شد الذراع، طريقه اداء التمرين، لان في ناس يتمرنون بطريقه غير صحيحه، فانا ابي اراويكم طريقه تمارين شد الذراع الطريقه الصحيحه. اول شيء نعم المهم نحن عندي انا شو اسمه البار الحديد، اسمه البار، ألعب تمرين الذراع، أخذ شهيق فوق زفير تحت، شهيق فوق زفير تحت، سيف ممكن نأخذ كاميرا ثانية على الجنب، شهيق فوق زفير، هي حلو هذا، شوفوا كيف طريقة، هذه شد عضلة الذراع، جسمي ثابت وأكلم العضلة، يعني لازم تركيز كله هنا بالدماغ، العقل، عقل أسولف مع عضلتي اللي أشتغل عليها، هذه شد عضلة الذراع، أرفع شهيق زفير تحت، شهيق فوق زفير تحت. في ناس تسوي زي كذا، هذه غلط طبعا، لا بطيء زين. اهم شيء الرياضه هذه يبي لها تركيز يا جماعه، من غير تركيز انسى، لازم تحاور العضله اللي قاعد تشتغل عليها. فاذا هذه التمرين وايد مفيد لشد عضلات الذراع اللي اسمها البايسبس، يشد عضلات ذراع البايسبس. بس هي حركه ثانيه لعضلات الترايسبس، انا بلقي على الارض نفس الحركة هذه، أعمل كذا أنزل، حلو، هاي طبعا يشتغل الذراع الترايسبس. عندي هالجهاز هالبار هذا الحديدة، أقدر أتمرن كل شيء عليه، شوفوا كيف تركيز، إذا أسيب بسرعة ما راح يشتغل. عندنا حركة ثانية صدر، نفس تحت فوق، هذه شغل عضلات الصدر، يشد، هذه ما يكبر، يحرق الدهون. نحن لازم نسوي عملية تكرار، كل ما نزيد التكرار كل ما راح يشتغل عدل. زين احنا بنسوي الحين تمارين البطن. تمارين البطن هي عضلتين، عضلة فوق عضلة تحت، يعني من غير جهاز. عندك الحديدة هذه تقدر تتمرن على الظهر، تقدر تتمرن على ذراع، تقدر تتمرن على كل شيء. راح نسوي تمارين أعلى البطن وراح نستقبل اتصالاتكم. حطوا يا جماعة الأرقام عشان نستقبل اتصالات. زين فنحن إيدي كذا، أحط يديني تحت راسي وأسوي، أخذ شهيق زفير فوق، شهيق زفير فوق، تركيز. شوفوا انا ما قاعد
ما قاعد اسوي كذي انا ما ها ما ابيلك انا انت مو ما ما مو داخل حرب لا ما ما ما, ما له داعي ما له داعي ترفع جسمك كامل شوي بس ها شهيق انا حاط يدي بس كذا منظر ها يعني انا بس قاعد ارفع كتفي في ناس تسوي كذي هذه غلط طبعا 100% غلط تعور رقبتك تعور ظهرك غلط حط ايدك هنا اذا ما تقدر اذا بدك تشوف انك تحرك رقبتك وايد يجيب لك تفاحه شيء تحت الحنج هنا تحت انزين تحت الذقن ثبت لك ها قاعد تشتغل عندي العضله فوق شغاله عندي 100% النفس ها من غير شيء راسي ما اسوي رقبتي كذي لا هاي بس مجرد لمس بس زين فاذا ما يبي له هواش ها هذه الرياضه ما يبي لها ضرب بوكس ولا ما يبي لها هواش ترى عقل use your brain استخدم عقلك كيف تتكلم على العضلات أقعد أكلم عضلتي قاعد أتكلم على عضلة المعدة أكلم العضلة اللي بشتغل فيها انسى كل شيء وإذا أنت قاعد تتمرن وعقلك مو معاك ما راح تشتغل العضلة زين بناخذ بعدين راح نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله فهذه واحدة هذه بنسوي مثلا 15 تكرار في طريقة ثانية بعد ممكن تسحب تعمل شد flex your muscles شد عضلتك شد كذي حجر تكونها كذي ممكن تثبت كذا بس كذا العضلة قاعد تشتغل بعد تنزل النفس ليش عشان محتاجين أكسجين عشان يدش في الرئة يشغل العضلة يشغل الألياف العضلية تعطينا نتائج حلو نروح الطريقة الثانية عندنا هاي طريقة واحدة عندنا طبعا عدة طرق الجوانب نفس الشيء ألمس تحت حلو ألمس هذه راح يشغل عضلة جانبية إذن قلنا العضلة العلوية سوينا عضلة جانبية نسوي عضلة أسفل معدة عندنا عدة تمارين طبعا واحد هذه شوفوا سهلة واحد هنا شوفوا ريلي كيف أمدها سيدة أوصلها للأرض ناخذ لونج شوي شوفوا أوصلها هنا للأرض تأخذ وين يشتغل هاي يشتغل أسفل معدة سهلة شد البطن دي كلها تركيز يا جماعة صدقوني تركيز نحصل نتائج راح يشغل يعني واحد يشوف هالحركة يقول هاي سهلة هي سهلة لكن تشتغل 100% تشتغل أسفل البطن عندنا الحركة اللي عقبها هم نفس الشيء أسفل البطن فوق أنزل تحت على طرف الأصابع فوق تحت طرف الأصابع إذن هاي تمارين كلها بلا تركيز هذه شغل طرف زين بس هي حركة مال احترافية أكثر أرفع راسي فوق أمد يدي ريلي فوق راسي أنزل للأرض هاي طبعاً يشغل أسفل المعدة زائد أعلى المعدة إذن يا جماعة أوكي لما نخلص تمرين ما نوقف كذي عشان ما تصيدنا عضلة إذا صادت تعرفون العضلة لما تيجي عاد تصيد عاد صعب واحد ما تقدر تتنفس لما تخلص التدريب دائما تقوم على الطرف كذي على طرف الدم فإذا
تمارين البطن نحن ليش نسوي عدة زوايا؟ نسوي عدة زوايا ليش؟ أول شيء ما أعرف. المهم تمارين البطن نحن ليش نسوي عدة زوايا؟ عشان أن تتوزع الدهون. يعني مثلا تمارين أعلى البطن عدة تمارين فيه، ترى يمكن أكثر من 15 تمرين. لازم ناخذ كل تمرين نسوي مثلا تمرين واحد 15، روح على زاوية أخرى 15، روح زاوية أخرى 10، تعبت وقف كمل، بس لكن عود نفسك. إذا تعودت راح تسوي تكرارات أكثر والدهون راح تتوزع. يعني نحن نسوي عدة زوايا، الدهون المتراكبة في مكان معين صعب أن نحرقها. الدهون اللي متراكمة في مكان معين لما نعمل نغير الزوايا الدهون شو يصير؟ تتوزع، تمشي تمشي تمشي، توصل الخصر، توصل ورا، بعد بالنهاية سهل تكون. يعني كتل الشحوم هذه، كتل الشحوم وين كاميرا وين؟ كتل الشحوم الأواد، الكتل الشحوم اللي تشوفونه هذه راح لما نغير زوايا التدريب راح تتوزع 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 الدهون. الكتل الشحوم هذه راح بتضعف 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 بتضعف، بالتالي يصير عملية الحرق سهل. فإذا كرروا يا جماعة، كرروا، سووا تكرار عالي، صدقوني راح تحصلون نتائج. كرروا 20 25 30، إذا شفت نفسك وصلت لمية خلاص روح على الوقت، عاد عندك التايمر، شغل التايمر، شوف كيف البطن ما يحرق. راح بيحرق البطن عندك وراح بيشد كامل، بس يبي له عملية تكرار. اليد واحدة ما تصفق. الأكل والتمارين السويدية طبعا. أول شيء نعمل تمارين المشي الإحماء، بعدين نتجه نسوي تمارين السويدية. فإذا هذه الأمور ترى وايد مهمة جدا. واحد يقول لك والله أنا أسوي رياضة ما حصل نتائج، أنا ما أصدق. واحد يقول لي أنا أسوي رياضة ما حصل نتائج، كلام ما يدش العقل صراحة، ما يدش العقل. ليش ما قاعد أوكي أنا قاعد أتعب أتحرك، القلب ينبض وأعرق، وزني ما قاعد ينزل، لازم أعرف السبب، لازم أوصل للسبب. ما يأس، إيه على قولة مصورنا keep on استمر تحصل، لأنه مصورنا رياضي. فمثل ما قلت لكم يا جماعة استمر، لازم تعرف السبب. واحد اثنين، لا مو من هنا، لا من هنا، لا لا من هنا، لا لا. حتى التمرين بعد، على الرياضة بعد، في ناس تقول لك والله أنا أسوي التمرين أحس ظهري يعورني، ظهرك يعورك. إذا أنت شو قاعد تسوي؟ سويت شيء غلط، تمرينك 100% غلط. أنا قاعد أتمرن بطن، واحد يقول والله أمرن بطني أحس ظهري، أقول أمرن بطني أحس رجولي غلط. يعني تأكد إنه غلط. ولا في ناس بعد تحس إنه في خطأ وما زالت تسوي. يعني أتمنى الفقرة عجبتكم، بناخذ فاصل نرجع إن شاء الله. جهزوا اتصالاتكم وإذا عندكم أي أسئلة، فاصل وراجع لكم. على طاري الوجبات السريعة، في أحد من الأخوان المصورين يقول والله الأبو في حفلة، الأم مكان ثاني، عيال قاعدين بالبيت، شنو ناكل؟ خذوا فلوس، خذوا روحوا، شنو ناكل؟ خذوا وجبات سريعة، شيء صراحة، خذوا فلوس وروح. لا بعد يقولون لهم روحوا خذوا وجبات سريعة، لا بعد يراسلوا لي عيال مدمنين وجبات سريعة، انصحهم شوي، كلمهم. خلنا ناخذ اتصالات ان شاء الله. السلام عليكم. من انوار، مرحبا، متواصل معكم اعزائي المشاهدين. يلا معلش عذروني ان شاء الله، بس انا سويت تمارين حبيت الكل يستفيد. ان شاء الله راح نستقبل اتصالاتكم، الارقام موجوده، واذا عندكم اي استفسار احنا حاضرين، ترى بناخذ اتصالاتكم واستفساراتكم. فاذا يعني انا ما اعرف اياود ولدي، او انا ما اعرف اياود بنتي مجبنه في الوجبات السريعه، ما يصير.
نعود عيالنا في سن 4 سنوات على الأكلات الصحية. يعني عود ولدك على الأكلات الصحية. لا بعد المشكلة لما اليهال لما يمتون بس المشكلة شو يصير اللي يعني لما يزيد وزنهم راح بتصير المشاكل حتى يكونون ممكن يصير عندهم أمراض غير الأمراض هذه ممكن يصير عندهم مرض التوحد يعني يخاف يروح المدرسة واحد يقول شوف هاي الدب هاي متين وما أدري شو يضحكون عليه ما يسوي رياضة يعني أنا مرة رحت المدرسة شفت طفل قاعد هناك متين شوي أقول له إيش ما تسوي يقول له استحي يا سي استحي ليش يضحكون علي قلت له أنا قلت حق المدرس اتصل حق أولياء أموره وكلمهم عطهم شوي كلام نصايح إنه يعني ولد وصل لهالمرحلة إنه يستحي وفي حتى بعض الحريم يقولون نحن والله نستحي نروح الصالة الرياضية عشان نحن أول أنا أدخل أشوف إن أنا دب بادخل داخل وكل البنات يطالعوني لا هذه مو بحل يعني يعني إحنا ما نقدر نحل المشكلة كذا خلاص أنا ابتلشت بشغلة سواء أنا ابتلشت بروحي أو بلشت بروحي يعني لازم يعني أشوف حل ما في شيء صعب يا جماعة إذا خلص وقتنا ما في اتصالات مشكلة الاتصالات هذا كل أسبوع تسوي لنا شو اسمه أختم مخرجنا أختم يلا طبعا أدرونه ما أدري أنا صراحة في ظهر في مشكلة في الاتصالات في مشكلة في الخطوط أتمنى أن الفقرة عجبتكم وأنا صراحة يعني نحن لازم نضبط لنا وقت سواء حقنا وحق عيالنا يعني لازم نخصص لنا يوم كل يوم نص ساعة أو ربع ساعة الرياضة وايد مهمة يا جماعة لازم ندير بالنا على نفسنا الأمراض قاعد تكثر قاعد تكثر تكثر قلة الحركة ويعني أنا صراحة يعني يعني الحين عصر التكنولوجيا هذه اللي ما أعرف يعني إن شاء الله الفقرة عجبتكم نلقاكم الأسبوع الجاي سلام